استقطبت أشغال اليوم الأول من ملتقى الأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات في مدينة طنجة يومي 24 و25 فبراير الجاري نحو 600 مشارك ومشاركة يمثلون قطاعات مهنية متعددة وأصناف مختلفة من المقاولات والشركات الناشئة والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من المملكة المغربية وإسبانيا التي تحضر ضيف شرف النسخة الأولى. وعرفت أشغال الجلسة الافتتاحية مشاركة رسمية للسلطات الحكومية والقطاعات الوزارية والإدارية العمومية ممثلة في كل من ولاية طنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والمركز الجهوي للاستثمار والمحكمة التجارية ومديرية الضرائب. وعن الجانب الإسباني ضيف شرف الدورة الأولى لملتقى الأعمال ممثلة بحكومة إشبيليا في جمعية غرناطة الدولية جمعية المقاولين الشباب إشبيليا. رشيد الورديغي رئيس الهيئة المغربية للمقاولات بالمغرب قال في كلمة بالمناسبة بأن الملتقيات والمعارض تساهم بشكل فعال في إيجاد الحلول لكل الإشكالات التي تواجه المهنيين والمقاولين، لأنه من خلال الإنصات يمكن لنا أن نفهم مكامن الخلل. وبصفة الهيئة المغربية للمقاولات تقوم بأدوار الوساطة، فإنها ترفع المقترحات والتوصيات للمؤسسات والسلطات الحكومية. نظمت الهيئة المغربية الملتقى الأول للأعمال، ملتقى بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من المؤسسات العمومية والمنتخبة من أجل تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. هي مناسبة للقاء رجال أعمال مغاربة ونظرائهم الإسبان واختيار المملكة الإسبانية كضيف شرف الدورة الأولى. إذن هذا الملتقى سيعرف معرض لمختلف الشركات في مختلف القطاعات، تكوين والاستشارة، الرقمنة، إعادة التدوير والطاقة المتجددة، وسيعرف ندوات موضوعاتية لتشجيع واستثمار فرص الأعمال الجديدة، كذلك تقوية قدرات المقاولات في مجال التكوين والاستشارة، وكذلك الحديث عن الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير والطاقات المتجددة كذلك. إذا الملتقى وطني دولي بمشاركة مختلف المقاولات، وسنتمنى إن شاء الله الاستمرارية له في دورات مقبلة. ومن جانبه أبدى عبد اللطيف أفلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة سعادته بالمشاركة في تنظيم الملتقى الأول للأعمال بمدينة طنجة، على اعتبار أن الهيئة المغربية للمقاولات من الجمعيات الجادة في برامجها وأنشطتها، مشيرا في نفس السياق إلى انخراط الغرفة في الدينامية الجديدة التي تمضي فيها بلادنا بعد إقرار ميثاق الاستثمار وبعد تدابير تبسيط المساطر والتحكيم أمام المستثمرين استجابة للتوجيهات الملكية السامية. موجود هنا في هذه القاعة من أجل افتتاح هذه اللقاء الهام للمقاولات، واللي كتنظم الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وكيهم خصوص بأن تشجيع المقاولات على الانخراط في استثمار الطاقات المتجددة، وكذلك هنا شريك وضيف شرف هما المقاولات الإسبانية واللي موجودين بكثافة، والحمد لله كاين واحد النوع ديال التكامل ما بين المقاولات المغربية والإسبانية اللي جعلت من هذا الملتقى يكون في المستوى النجاح ديالو. الهدف ديالنا هو بأن نشجعوا الاستثمار من المنطقة ديالنا جهة طنجة تطوان الحسيمة، ونخلقوا واحد النوع ديال التشبيك مع المقاولات الإسبانية من أجل تبادل الخبرات وتبادل الاستثمار في الجهتين إن شاء الله. De ser una asociación mixta para el desarrollo de su objetivo de la creación de empresa internacional, fijarse con sus productos, sus servicios, tenemos una misión muy importante,
una misión social muy importante en la que venimos desarrollando desde allí y que estamos implantando en Granada Internacional Marot, que su sede está en Tetuán, para que la mujer empresaria encuentre esa igualdad y esa necesidad de unirse con el hombre varón. وعلى هامش أشغال الملتقى يقام معرض مفتوح للمقاولات الصغيرة والشركات الصغرى والمتوسطة بحضور شركاء مؤسساتيين مثل المركز الجهوي للاستثمار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغرفة التجارة والصناعة الإسبانية والغرفة البرتغالية ومؤسسة تمويلكم. نحن جد سعداء بتواجد ديالنا في ملتقى الأعمال الأول بالجهة اللي من عبرو قدرنا حنا كجمعية نساء رئيس المقاولات بالمغرب أننا نخلقوا علاقات أعمال مع مختلف المقاولات والمقاولون كذلك بالجهة وعلى الصعيد الوطني، لأن تبارك الله اليوم كما كتشوفوا كاين واحد لو نومبر امبورطون ديال المقاولين والمقاولين بالمغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى الهدف ديالنا من اليوم هو أننا نخلقوا علاقات أكثر ومن خلال التشبيك لو ريزوتاج وكذلك مساعدة المقاولين والمقاولات باش أنهم يستفدوا من لي فورماسيون اللي كنعملوهم. المشاركة ديالي الفاعلة في هذا الملتقى قائمة على البحث عن مستثمرين وتطوير المشروع الخاص بي كمقاولة. الإضافة الملتقى كان زاخر بالمشاركة ديال المملكة الإسبانية اللي هي رائدة في مجال الاستثمارات وعندها تجربة رائدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وممكن أن نأخذ هذه التجربة لتحفيز المقاول الشاب على إنشاء مقاولة صغرى. وكانت مداخلات الجانب الإسباني ركزت على ضرورة تشجيع الشركات الاقتصادية بين المقاولات المغربية الإسبانية خصوصا في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر، الطاقة المتجددة والسياحة، مع إعطاء الاهتمام للمقاولة الشابة والمقاولات النسائية. عبد الملك العاقل لقناة ليون 24 طنجة.